لا بصي، ما انا قلت لك احنا كنا بنشيل الزوجه على كتفنا، بس الشباب الظاهر لما بقت ضعيفه ما حدش بيشيلوها. الله 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 الله. لا ده دي حقيقه. ما هو النهارده مؤاخذه احنا لازم نقول الحقائق عشان احنا بنخاطب مجتمع كبير. احنا بنشيل العروسه على كتفنا. فهي لما يكون حضرتك شلت عروستك على كتفك؟ زوجتي؟ طبعا. لا عايزين الصوره. وعلى فكره لا في الفرح شلتها في الفرح؟ شلتها. امال ايه؟ امال ايه؟ اول ما نزلت من العربيه شلتها وطلعتها تالت دور. لا 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 لكل العادات الشرقيه انا بلتزم فيها في بيتي ومع اولادي. بيشيلوا العروسه. ايوه بس ما تبقاش ثلاث ادوار سلالم. ثلاث ادوار نعم. كتير. لا 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 بالنسبه معلش كل واحد باور بيعرف نفسه. طبعا. انا راجل اصلا مصارع وقوي وشيخ. لا ما عنديش اعتراض حضرتك ربنا يديك الصحه. معلش.